وليد عجباته ما كنقلب على سروال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسدو يا البنات نسدو باش نرتاح في الهضره مع بناتي كيغوتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات كديرين لاباس عليكم وكديرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وبصحيحتكم يا ربي امين. قبل ما نبدا معكم الفيديو نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم الغزالات اموركم هي هذيك، ناشطين بخير. المهم الله عاد لكتي واحد القصريه ديال الكسكسو وغادي نشارك معكم واحد الباكو اللي وصلني يا اختي. قلت ضروري ما ندوز نشارككم على البنات لانني بزاف الاسئله كتسولوني مني هانتوما البنات، تا كنوريكم الحاجه وتعاد كدوزوا عندي الواتساب وسمحوا لي ما كنجاوبش هاد الايامات. راه والله حتى التليفون راني ليحاه، لان كاينه الوالده عاطيه وقتي للوالده، البنيات كاين با كنبرك معاهم كنجمع معاهم، يعني الا كنهز غير ملي كنبغي نصور ولا نصايب مونتاج فاش كنهز التليفون. سمحوا لي انا ما جاوبتكمش، واللي كتكون اورجانتي كتبقى تسيستي كتبقى تصوني راني كنجاوبها. بزاف البنات اللي كيقول يا هذه من شريتي هذه من شريتي، البنات في المشارق معكم حاجه، قيدوا النمره قيدوا النمره، هذه اشمل لبيسه، لان حيت كل بلاصه وكل شفتوا يعني كل اخت وعندها حويجات، يعني كل وحده واش عندها، كل وحده وسلعه اللي كتبيع. كاين الحاجه اللي ما كتلقايهاش عند هذيك الاخت، واش فهمتوا؟ كترجعوا عندك زويه لا زهره ما لقيناش عند هذيك الاخت، حيت انا كناخذ من عند شحال من اخت، واش فهمتوا الغزالات؟ المهم غندوز نشارك معكم واحد شي حوايج وصلوني، شي حاجه زوينه وجدتوش بعدا المغرب اللي وجدت تخلي لي في التعاليق امتى غاديين. المهم البنات اللي كيسولوني اش من طياره اللي قطعتي فيها الاولى، كتبقى قطعه في ويزا البنات، هذيك ويز صراحه كان جات فيها حتى الوالده، طياره زوينه طياره زوينه نقيه. دابا قطعت في الراينير البيل، لان انا كيف قلت لكم بغيت نمشي ندور شويه ونحضر لواحد العرس، استقت مقطعه في الراينير، هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي. المهم هنا البنات اللي كيسولوني على اللبسات الكومبلي، حيت كنمشيو عند المحلات كنبغيو خاصه المتحجبات. المهم انا هاد الاخوات اللي كنعرفهم عندهم حوايج ديال المتحجبات، كتبغي بحق ضروري يا اختي لبسه خاصك ليها، لا ستيها سميطه خاصك ليها بوليرو، خاصك ليها شي حاجه لتحت، خاصك ليها سروال، خاصك ليها هذه. هاد الاخوات اللي كنشارك معكم عندهم لبسات كومبلي، هادو في الزبن. المهم غادي نشارك معكم اول لبسه يا اختي هذه، عرفتوا البنات راكم تحيروا. وهاد الاخت هذه راه شاركت معكم اخت فاطمه، لواحد الاخت اللي كتعرف بينها وبين الله تبارك الله عليها كتعجبني، اخت ظريفه الله يعمر ليها الدار. واش نقول لكم انا دخلت للجروب ديالها راكم غتشوفوا كلشي صراحه، واحد الانسان اللي غتبقاو ديما تاخذوا من عندها. كنشوف الاخوات اللي كياخذوا من عندها كيقولوا الحوايج اللي جايين من عندها، اللي كناخذوا من عندها بحال جايين من الحج صراحه. هي واحد الانسانه اللي كيف قلت لكم من اطيب خلق الله، ظريفه وبشهاده المتتبعات اللي كيجيو كيشكروني بشهاده متتبعاتي. البنات انا لاحظت لكم شي اخت، كونوا اكيدين راه اخت دريويشه الله يعمر لها الدار ما فيها لا شيكي لا بخله، ظريفه هادشي اللي كاين. انا اللي كيبانوا لي البنات فيهم شويه بخ بعد منهم صراحه، يعني ما كنزعمش عليهم. المهم هنا البنات اول لبسه يا اختي يا اختي يا اختي اختي، انا قيستها البنات الصراحه، قيستها قدام الوالده، الوالده حمقاتها عجبات قالت لي فنه هي اللي. البنات الاخوات اللي كيسولوني على العبايه كتجيو تسولوني تا من بعد، هاد العبايه هادي راها من عندها اللي كنت خديت للوالده هي، وهادي سولوني بزاف راه من عندها البنات، راه من عند هاد الاخت هذه، عندها عبايات زوينين وعندها لبسات زوينين الغزالات. هنا كيف ما كتشوفوا اول لبسه اللي غندوز نشاركها معكم وتشوفوا كيفاش كتجي واعره شي حاجه زوينه، واللي كتبغي شي حاجه تبين شي حاجه زوينه الغزالات شي حاجه طوب. المهم نخلي لكم انا اللينك ديال الجروب ديالها، نخلي لكم حتى الانستغرام ديالها، تدخلوا البنات تشوفوا اللبسات اللي عندها. وثاني لبسه هادو البنات راه كاينين في الالوان اختي، هذيك اللي شفتو في هذه الخضيره هي في الالوان كتحيري صراحه. المهم هذه البنات
تاني لبيسة هادي واعر التوب ديالها وغزال عجبني التوب ديالها. شوفي الدايرة الكميمات ديالها مجموعين التوب ديالها عجبني داك التوب المبرد ديال البنات البرد. وهادي تقدري ديري معها حتى سروال جين تجي شي حاجة واعرة هي بالسروال ديالها. هانتوما البنات اللي عزيز عليها بلاتي صبري اللي عزيز عليها شي حاجة مستورة وبالحزام ديالها. المهم نقيس معكم أول لبسة ورجع معكم. هانتوما الغزالات قولوا لي كيف جاتني. هانتوما درت معها سويك في الكحل هذا السويك هذا ودرت معها هاد السويك في الخديدر. المهم انا درت مع هاد زويف وقولوا لي نتوما اش ندير معاه من زويف البنات خليوا لي في التعاليق اش من زويين اللي ندير معاها. وها نتوما البنات ولبست معاها صنيديره في الخديدر لبست انا هبط لكم واحد شويه تشوفوا. ها نتوما البنات لبست معاها صنيديره في الويين بحال الزيف وجات شي حاجه واعره يا البنات. هذه الحكاس حتى المناسبات شي حاجه خفيفه بحكا في العشيه تكوني خارجه المهم شي حاجه زوينه. ما قال اختي ديري فوق منها لا بوليره ولا هادي لا والو وفاش عجبتني انها ما كتبينش البنات المهم شي حاجه زوينه صراحه. يا ليلى وصلت على نبي في الصفر درت معها سويك في الصفر ودرت معها سويبت في الصفر البنات. وهي السريبول ديالها بلاتي نهود لكم تشوفوا كيف جات البنات فاش عجبتني. شوفوا كيف دايره من هنايا فيها الفريفيلات من هنايا شي حاجه واعر البنات شي حاجه عجبتني. المهم انا نوريكم البنات هادشي. هانتوما درت معها سويبت في الصفر جات شي حاجه واعره يا البنات. فيها حتى السميطه المهم انا خليت السميطه بغيتي ديري السميطه هكذا ديريها شي حاجه ايفازي يا البنات. وخاصه البنات اللي غلاضات تليق لهم الكسيو خاصه في الكحل خذوا الكحل البنات الكحل شي حاجه واعره. ما كان قلب على سروال ما كان قلب على جا معايا واعر الصفر ولا خلي باش المهم غزالات راح نسمعكم الفيديو هنايا نقول لكم تهلاو في ريوسكم دائما انا لاني احبكم بالله شوفوا انت دايره وخلوني نصور قبل عليكم اخواتي تهلاو في ريوسكم غنخلي لكم لينك البنات الرابط ديال الاخت فاطمه انا جايه امي